جايز ويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بيكم في قناتي على اليوتيوب. انا روان داش. فيديو النهارده جايز هيكون اكتر تحدي مجنون عملته في حياتي كلها حرفيا، وهو اني النهارده هعيش يوم كامل في العربيه. يس، يعني النهارده هنعيش من الصبح لحد بالليل في العربيه بتاعتنا. هناكل في العربيه، هنشرب في العربيه، هنلف بالعربيه، هنعيش في العربيه، هننام في العربيه، هنعمل كل حاجه في العربيه. قبل اي حاجه وقبل ما نبدا التحدي بتاعنا النهارده، انزلوا دلوقتي حالا اعملوا لايك على الفيديو ده واعملوا سبسكرايب لقناتي علشان نوصل للمليون. وقبل ما نبدا فيديو النهارده جايز، عايز اعرض لكم تعليقات النهارده من البنتين الجمال دول. عايز اقول لهم شكرا من كل قلبي على كلامكم اللي يجنن اللي دايما بتكتبوه لي. ولو انتوا كمان حابين ان التعليق بتاعكم انتوا يطلع معايا في الفيديو اللي جاي، كل اللي عليكم تعملوه هو لايك كبير جدا على الفيديو ده، واهم حاجه تكونوا عاملين سبسكرايب واشتراك في القناه وتكتبوا لي كل تعليقاتكم الحلوه تحت في الكومنتس وبس كده. ودلوقتي جايز خلونا نروح نجهز كل الحاجات اللي هاخدها معايا في العربية. سو هعمل كده شنطة، سو يلا بينا نروح نجهزها. Let's go. هي دي الشنطة اللي هاخدها واحط فيها حاجاتي كلها اللي محتاجاها النهاردة. طبعا انا هقعد يوم كامل سو هحتاج حاجات كتير جدا. اول حاجة هحتاجها طبعا هو الشراب بتاعي ده، علشان لو بردت بالليل او لو عايزة اقلع الشوز بتاعي يكون معايا. كمان هحتاج اكيد فرشة شعر، وهنا في الميك اب بتاعي وفي مزيل الميك اب علشان امسح الميك اب بالليل واعرف انام. واكيد طبعا هاخد البيجاما بتاعتي دي علشان لو غيرت بالليل او لو عايزه اكون مرتاحه في اللبس. وهاخد برضو المرايه دي لانه فيها اضاءه فهتنفعنا جدا. وطبعا اكيد هاخد اللابتوب بتاعي، انا حرفيا ما بروحش اي مكان من غير اللابتوب، سو هاخد اللابتوب برضو علشان نتفرج على نتفليكس ويوتيوب بالليل. وهاخد برضو الازازه دي، شوفوا ما احلى شكلها جايز، دي بتحطوا فيها ميه علشان لازم اخد ميه وتفضل ساقعه، سو هاخد دي. وطبعا هاخد الشنطه بتاعتي علشان مثلا لو احتجت اني اشتري اي حاجه من السوبر ماركت او اشتري اي اكل او عامه يعني لازم الشنطه بتاعتي تكون موجوده. صراحه كده كنت عايزه البس حاجه مريحه جدا، سو ده مريح قوي. شايفين التيشيرت اللي انا لابساه ده؟ ما احلاه ده يا جماعه، من قسم الشباب من بيرشكا. اوكي، وبكده نكون خلصنا وجهزنا كل الحاجات اللي هاخدها معايا النهارده علشان اعيش يوم كامل في العربيه. بس في اهم حاجه هوريها لكم دلوقتي. انت رايحه فين؟ عايش يوم كامل في العربية. طبعا لازم ناخد مخدات كتير جدا والحاف علشان نتغطى واحنا نايمين بالليل. يلا بينا. لسه هجيب اكتر من جوه على فكرة. اوه لازم ننيم الكراسي. اول كرسي نزل، لازم ننزل دلوقتي دول. ياي، او ماي جاد. هلو، فاكرين القطة دي من الهاوس تور يا جماعة؟ شوفوا ما احلاها، شوفوا شوفوا. هلو. هنخلي العربية دي تكون شبه اوضة بالظبط، يعني انا عايزاها تكون مريحة جدا. نحط دي هنا ودي هنا ودي هنا. اوكي دلوقتي لازم نروح نجيب مخدات اكتر لانه دول اكيد مش هيكفوا. سو لحظه هدخل جوه وارجع تاني. وجبنا مخدات اكتر، حطهم جوه هناك. ياي. ونحط مخدات اكتر. وهو ده شكل العربية بعد ما حطينا كل المخدات. حرفيا يا جماعة بقت شكلها عامل زي كأنها أوضة نوم بالظبط، وكمان مريحة جدا. آخر مخدات يا جماعة في البيت، يعني ما فيش مخدات أكتر. دي هنا ودي بطانية صغيرة عشان لو عايزين نتغطى. خلصنا. أوكي دلوقتي هجرب أقعد في العربية وأشوف لو هي فعلا مريحة ولا لا. سو خلونا نجرب. أوه ماي جاد، واو. انا عايز اعيش هنا خلاص، انا قررت اعيش هنا بجد يا جماعه. المكان يجنن، مريح جدا، يعني ما توقعتش ابدا انه هيكون مريح قوي كده. سو انا بجد مبسوطه دلوقتي. هلو. احلى حاجه بجد ان انا مشغله المكيف على اعلى حاجه وبرده حرانه وهموت من الحر يا جماعه. لكن واخيرا بقيت في العربيه، والنهارده هعيش يوم كامل في نفس العربيه اللي انا فيها دي. طبعا ورا هنا عندي اوضه النوم بتاعتي علشان انام واقعد وارتاح، وبعد شويه برده هقلع الشوز بتاعي وهنط ورا لانه بجد يعني المكان ورا اريح ب 100,000 مره. طبعا النهارده ممنوع عليا اني انزل من العربيه دي، لازم افضل فيها لمده يوم كامل. سو لو احتجت اي حاجه في الحياه هكلم حد ويطلع يجيب لي الحاجه دي لحد عندي هنا، لانه ممنوع ابدا انه اطلع من العربيه. واكيد طبعا انتوا دلوقتي بتسالوا نفسكم سؤال واحد بس، واللي هو روان لو احتجتي مثلا 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 زي باقي البني ادمين الطبيعيين انك تروحي التويلت مثلا هتعملي ايه؟ فانا قررت انه ادي لنفسي 5 دقائق في اليوم علشان اروح فيهم التويلت، واكيد هروح في البيت لانه العربيه دلوقتي واقفه قدام البيت. اوكي يا جماعه، سو اللي عايز اعمله دلوقتي اني انط واقعد ورا لانه المكان ورا شكله اريح بمليون الف مره. طبعا قلعت الشوز بتاعي علشان ما اوسخش البطانيه اللي هنام عليها النهارده حرفيا. خلونا نحاول
واو لحظه خلوني اجيبكم معانا. هاي او ماي جاد، شوفوا المكان عامل ازاي هنا يا جماعه. حرفيا حاسه نفسي طالعه رحله مع المدرسه، رحله سفاري. شوفوا ما اريح المكان يا جماعه، بجد حاسه ان انا نايمه على السرير، والله ما فيش اي فرق. والجو جميل عشان انت جميل. الله على المكان، حبيت حبيت حبيت. او ماي جاد، في عربيه معديه. اول عربيه تعدي النهارده. انا بجد مبسوطه جدا جدا وانا هنا، لانه تخيلوا كده انتوا نايمين برا، شوفوا الفيو حلو، في هنا قدامي حديقه، يعني بطل على فيو حلو، حديقه وكده وخضار، فبجد يا جماعه انا مبسوطه قوي. فهي دي هتكون اوضه النوم اللي هنام فيها النهارده لمده يوم كامل، هبات هنا النهارده. حاسه شويه كده ان انا في رحله سفاري او حاجه، مش حاسه ان انا قاعده في عربيه ابدا. وبجد المخدات دي مريحه جدا، اريح من سريري ذات نفسه. انا بفكر بصراحه انقل اقامتي واجي اعيش هنا في العربيه دي، لانه عجبتني، يعني عجبني الوضع. عارفين ايه احلى حاجه واوحش حاجه في الموضوع؟ ان المنطقه بتاعتنا هاديه جدا، فما فيش عربيات كتير بتعدي، وما فيش ناس كتير اصلا ساكنين هنا، فبالتالي هكون على راحتي، ومحدش هيعدي، محدش هيضايقني، محدش هيشوفني، لانه حرفيا دلوقتي اي حد لما يعدي هيشوف انه انا نايمه في العربيه. وجاري اللي في الفيلا اللي جنبنا اصلا، وانا بحط المخدات وبصور وكده، كان واقف من بعيد بيبص عليا انه انت بتعملي ايه. بس اكتر حاجه تخوف في الموضوع يا جماعه، انه علشان المنطقه فاضيه وكده، فبالليل الدنيا بتبقى ضلمه بزياده. فان شاء الله خير، وما يطلعش عليا حرامي يخطفني انا والعربيه والسرير والكراسي وانتوا وكل حاجه. عارفين ايه احلى حاجه في الموضوع يا جماعه؟ ان المكان مكفيني زي ما انا بالظبط، يعني مكفي دماغي مثلا. عارفين بجد نفسي في ايه؟ نفسي اني اجيبكم كلكم ونقعد مع بعض في العربيه دي، ونفضل نايمين هنا وبايتين هنا، ونحكي قصص رعب. او ماي جاد، لو انتوا كمان نفسكم في الحاجه دي، انزلوا دلوقتي ادوا الفيديو ده لايك كبير قوي، علشان اعرف ان انتوا كمان نفسكم في الحاجه دي. انا عايزه اوريكم الوضع حاليا عامل ازاي يا جماعه، لانه بجد مريح قوي. عندي البطانيه دي علشان اتغطى بيها بالليل، وعندي دي اللي انا فرشاها علشان اكون كده قاعده عليها، وعندي مخدات كتير بالهبل، يعني شوفوا قد ايه في مخدات هنا. انا بجد يا جماعه اسرع واحده في الحياه بتعطش، فانا دلوقتي بجد عطشانه جدا ولازم اشرب ميه. واو. بصراحه بدات احس بالجوع شويه، سو بفكر انه اخد العربيه ونطلع على ماكدونالدز، لانه انتوا عارفين انا قد ايه بعشق ماكدونالدز. كمان نجيب شيبسيات وتشوكلتس وحلويات وكده، علشان النهارده بالليل السهره هتكون طويله، ولازم يكون عندنا كده حاجات، يعني سناكس نتسلى بيهم النهارده. وايه الحاجه اللي بتسليني انا كروان؟ اكيد الاكل، مش هنختلف. شوفوا يا جماعه القطه دي كل يوم بتيجي عندنا وتقعد كده، تقف قدام البيت بتاعنا وندخلها شويه تلعب جوه. عسل عسل عسل، نفسي ادخلها معايا العربيه، بس ما اظنش ان دي هتبقى فكره كويسه ابدا. شوفوا ما احلى الاضاءه هنا، الاضاءه هنا احلى بمليون الف مره، وكمان القعده دي مريحه جدا، اريح من القعده الثانيه. تقريبا كده انا هفضل قاعده في العربيه، وهفضل كده اتقلب لحد ما الاقي القعده بالظبط والمكان المريح. كمان طول ما انا قاعده كده التكييف ضارب في وشي، فحاسه كده بهوا. بقالي بس نص ساعه في العربيه، وحرفيا شعري باظ وبقيت منكوشه. الاضاءه عجباني قوي. خلونا نروح نجيب اكل قبل ما الدنيا تظلم، لانه لو الدنيا ظلمت مش هعرف اسوق ابدا في شوارع مصر. يعني انا اسفه يا مصر، انا بحبك، لكن انت بالليل يعني بلات عليك الصراحه. يعني نفسي حد يوديني اجيب اكل، بس حقيقي ما فيش حد في البيت غيري. سو انا اللي هضطر اكون السواق، وهروح اجيب لنفسي اكل. انا قاعده مرتاحه قوي، وحاسه ان انا مش قادره اقوم من كتر ما المكان ده مريح جدا، لكن هضطر دلوقتي اني اقوم واروح اسوق. وما اظنش اني هسوق وانا لابسه الشوز، لانه يعني محدش هيشوف رجلي. المهم يلا بينا على ماكدونالدز. اوه يا 2 hours later. اوه ماي جاد يا جماعه، كان لازم تشوفوا الدراما اللي حصلت معايا النهارده. حاولت اروح على ماكدونالدز، حاولت بكل الطرق، لكن ربنا ما كانش كاتب لي اني اوصل بالعربيه على ماكدونالدز، وتهت كتير جدا وما لقيتش ماكدونالدز، فقررت اني ارجع على البيت واطلبه عادي جدا زي اي حد في البيت بيطلب دليفري. على فكره الدنيا بدات تظلم والشمس بدات ان هي تروح، بس شوفوا ما احلى الفيو يا جماعه. كان المفروض اني اجيب اي حاجه تنور او اي اضاءه، بس بصراحه ما عنديش بس غير المرايه اللي بتنور اللي جبتها دي. خلوني كده اظبط المخدات اللي ورايا علشان اعرف اقعد. الله القعده مريحه مريحه مريحه، بس عايزه اغير المخده دي، ممكن نحط دي تبقى اريح. اوه واو، اوه ماي جاد يا جماعه، بجد مش قادره اقول لكم قد ايه القعده دي مريحه. اوكي اللي انا هعمله دلوقتي اني هطلب ماكدونالدز، لانه بجد جعانه. اوه ماي جاد، يوسف خضتني. هلو.
هاي هاي، ايه رايك في شكل العربيه؟ او ماي جاد، عايزه ادخل. يس تعالى تعالى بليز. هتقعد معايا يوم كامل في العربيه؟ يا ماشي يلا. ياه هجرب. يلا يلا ادخل. ياي، واخيرا حد جاي يقعد معايا في العربيه. كنت خايفه شويه بصراحه لانه كمان الدنيا بدات تظلم. الله، ايه رايك في القعده؟ حلو. حلو. هتغطي ازاي؟ هتغطى ازاي؟ انا جايبه غطا اهو. اوكي، يعني هنا جايبه غطا وهتغطى هنا وهنام هنا. ده الغطا؟ هو ده لا، ده البيجاما بتاعتي. خلينا نوريهم الفيو. شوفوا الفيو جايز. رجلك فين؟ ايوه اهي. ايه رايك في القعده؟ مريحه؟ حلوه قوي. حلوه قوي صح. حلوة قوي. انا عايزه اعيش هنا خلاص. هساعدك لو جبت الراوتر. انا عندي نت على فكره. بجد عندي نت في تليفوني، عملت 58 جيجا بايت علشان ما اقعدش اشحت النت من الناس. فالناس دلوقتي هم اللي بيشحتوا النت مني. خلينا نطلب اكل. طب يلا بينا. تاكل ايه؟ ماكدونالدز. ماكدونالدز. يلا بينا ماكدونالدز. انا بحب ماكدونالدز وعايزه ماكدونالدز على فكرة. مع انه الدنيا ضلمة بس الكاميرا دي الاضاءة بتاعتها تحفة. يعني شوفوا على فكرة الدنيا ضلمة لكن الاضاءة حلوة. لا اضاءة حمراء. الاضاءة بس اتليست احنا باينين يعني للناس. يلا هتاكل ايه من ماك؟ ماك. بقولك هتاكل ايه من ماك؟ تقولي ماك. اوكي هاتيلي جراند تشيكن. انا كمان هاكل جراند تشيكن. او ماي جاد يا جماعة، انا متأكدة ان انتم مش شايفين اي حاجة لانه الدنيا ظلمت جدا زي ما انتم شايفين. محتاجين نفتح النور ده. واخيرا اكلنا من ماكدونالدز وصل. جايز انا هموت من الجوع وانت كمان نفس الحاجة كمان. اكيد. اوكي طبعا دلوقتي هناكل لاني ميتة من الجوع يا جماعة بجد. ده انا بتاعي زي بتاعك بالظبط. وطبعا اهم من الاكل نفسه هو البيك تيستي صوص. انا بعشق حاجه اسمها بيك تيستي صوص. اوه البطاطس جايه سخنه مولعه. شوفوا يا جماعه ما حلو. واو امسك ملحها حلو قوي. انا عايزه اقول لكم ان احنا مرتاحين اكتر من البيت. احلى حاجه ان الاكل جاي ايه سخن سخن سخن, سخن مولع لانه ماكدونالدز قريب جدا من البيت. بابا اهو قدام بيبص علينا. بصوا يا جماعة بابا اهو برا. انا جبت جراند تشيكن سبيشل ويوسف جاب زيي صح؟ انت اللي جبت زيي. انت اللي جبت زيي. انت اللي جبت زيي. لا انت اللي جبت زيي. انا قلتلك انا عايز جراند تشيكن سبايسي. انت عارف ان في مصر في بيك تيستي تشيكن؟ او ماي جاد يا جماعة ما عندناش ابدا بيك تيستي تشيكن في مصر. عند في الامارات قصدي. كمان منيو ماكدونالدز هنا في مصر شوية مختلف، في حاجات جديدة. البطاطس حلوه قوي. البطاطس مع البيك تيستي صوص. واو جايز اكتبوا لنا تحت في الكومنتس ايه اكتر صوص بتحبوا تاكلوه مع البطاطس. انا بالنسبه لي بيك تيستي صوص. وانت؟ اوقات باربيكيو. ما بحبوش ابدا. انت طبعا بتكرهي الباربيكيو صوص. انا بكره الباربيكيو صوص على فكره. في عايز عمركم في حياتكم شفتوا ناس بياكلوا بالمنظر ده في العربيه؟ بجد الموضوع يعني طلع مريح جدا صح يا يوسف؟ قوي. احلى حاجه في الموضوع ان انا جايبه اللابتوب معايا علشان اتفرج على اليوتيوب وعلى نتفليكس. وانا من النوع الاشخاص على فكرة اللي بعشق اني اكون بتفرج على حاجة وانا باكل. ما بعرفش اكل من غير ما اكون بتفرج على اليوتيوب مثلا. وانت كمان زيي صح؟ عايز يوتيوب ولا نتفليكس؟ انا صراحة عايزة نتفليكس. نتفليكس صح؟ الله على الاجواء. شايفين جايز؟ شايفين؟ حاسة بجد ان احنا قاعدين في السينما. اقسم بالله مبسوطة جدا. تقريبا كده ده فيلم جديد ففتحناه دلوقتي وهنشوف هو عن ايه. يعني هنقعد نتفرج شوية واحنا بناكل. هو ايه اللي جميل؟ ست شهور يعني في امل. ممكن تضرب لو عايز. ما انت كده كده خلصان. سيبيرا مش اوكي يا جماعه. سو خلصنا اكل دلوقتي الحمد لله. شبعت جدا جدا. يوسف دلوقتي نزل علشان يروح يغسل ايده. وطبعا زي ما انتم عارفين انا ممنوع اطلع من العربيه فمشيت نفسي بسانيتايزر. وصراحه الوضع اوكي يعني لحد دلوقتي. طلبنا انا ويوسف حاجات من السوبر ماركت واخيرا وصلت. هي دي كل الحاجات اللي طلبناها. ولازم بصراحه نرمي الزباله دي في اسرع وقت علشان هتغير ريحه العربيه. واوريدي ريحه العربيه بقت مطعم. وهي دي يا جماعه كل حاجه جبتها من السوبر ماركت. ودي هتكون لزوم سهرة النهاردة علشان هنسهر مع بعض هنا. انت خضتني. روان في كلب. او ماي جاد او ماي جاد. دي المعاناة اللي بتعانوها لما تكونوا عايشين في الشارع. اوه التيشيرت بتاعك اتوسخ. ده من الكاتشب من ماكدونالد. طب يوسف انا عايزة منك خدمة. مش هقوم. لا هتقوم لاني ممنوع انزل من العربية. لا معلش. عايزة الجاكيت بتاعي الفرو لانه بجد الدنيا برد جدا في العربية. سو هتروح تجيبهولي؟ اه ثانك يو. هلو.
ثانك يو. هتركب تاني ولا ايه؟ هتنام معايا النهارده في العربيه؟ أوه. متاكد؟ متاكد. مش هتخاف بالليل وتقول لي روان عايزه اروح؟ بيفكر في الموضوع، شكله هيخاف. بقى لنا كتير قوي يا جماعه قاعدين هنا انا ويوسف. يوسف طبعا ماسك الايباد. بتعملي على الايباد يا يوسف؟ وريني. I love you. كاتب I love you. الساعه كام يوسف؟ الساعه 11 ثانيه، الساعه 11 ونص. بتهزر؟ ايوه. او ماي جاد جايز، انا لسه فاكره ان الساعه مثلا 9 ولا حاجه، طلعت 11 ونص. او ماي جاد يا جماعه، شايفين الكلب اللي نايم هناك ده؟ انا بترعب من كلاب الشارع دول. اوكي يا جماعه، اللي انا هعمله دلوقتي اني هلبس الروب بتاعي لانه الجو برد قوي في العربيه. الروب ده مريح قوي. انا دلوقتي بجد محتاجه اني اشيل الميك اب بتاعي، سو جبت كل حاجه معايا هنا في الشنطه. Is that? إيه؟ No. بصي هنا. في What's that? What? نور. ده؟ This no here. ماشي النقطتين دول. أيوة. نور نور. فكرتهم فكرتوا كلب حاجة. نور ما تخوفنيش، نور نور بس نور. يا الله. خلاص خوفتني. لازم تخافي طبعاً. What the hell is that? نور يا. أوكي. انا كمان اتخضيت يا اخي. يا الله يا يوسف بطل تخوفني. اقسم بالله انا كمان خفت، انا ما كنتش قصدي اخوفك. انا جايبه المرايه بتاعتي اهي، المرايه دي على فكره بتنور، شوفوا. اوه اوه شوفوا ما احلى النور بتاعها. الكلب صحي. شوفوا 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 جايز، الكلب صحي واقف بيبص على العربيه بتاعتنا. خلونا نشيل الميك اب علشان نعرف ننام كويس. احلى حاجه نشيل الرموش جايز. او ماي جاد شوفوا الفرق. انا عايزه التحدي ده يخلص، انا خايفه. انت بتعمل ايه بجد؟ بتعمل ايه؟ مش عارفه احطها. بتحاول تركب الرموش؟ بيحاول يركب الرموش. في عربيه جايه. عربيه جايه. او ماي جاد، دي الفيلا اللي جنبنا صح؟ ما بحبش خالص ان حد مثلا يشوفنا واحنا قاعدين كده لوحدنا في العربيه، بحس انه مش امان يعني. واخيرا شلت الميك اب، كده احسن بمليون الف مره يا جماعه، اريح بكتير قوي. بس مش عارفه يعني، مش قادره اتخيل نفسي ان انا نايمه هنا طول اليوم. هتنامي. بتحس انه مريح؟ اه انا حاسه ان هو يخوف شويه. خلونا نحاول نطفي النور كده. نو افتحي افتحي، وريهم حواليكي كده. حواليا بجد الدنيا يعني بجد ضلمه جدا. شوفوا جايز، هو ده المكان اللي احنا نايمين فيه. جايز انا هحاول انام شويه لانه بجد الوضع مخيف جدا جدا، وبقالي نص ساعه قاعده بتقلب مش عارفه انام. يوسف نام اوريدي، بقاله كتير قوي نايم يعني، بقاله تقريبا ساعه نايم، وانا دلوقتي هحاول انام. بس صراحه هنام والنور مفتوح لانه الوضع مخيف. ما تنسوش تعملوا لايك كبير جدا على الفيديو ده جايز، فجروا الفيديو لايكات، وكمان اعملوا سبسكرايب لقناتي علشان عائلتنا توصل للمليون. احبكم قد الدنيا كلها، واشوفكم في كل الفيديوهات الجايه ان شاء الله. باي جايز. Bye.